بسم الله الرحمن الرحيم. شكري الكبير لجميع الباحثين، وأنا صباحا أعربت عن تقديري للبحوث التي اطلعت على خلاصاتها، أكاد أقول جميعا كانت بحوث قيمة وفتحت لي نوافذ جديدة تستحق الشكر والتقدير. اسمحوا لي أن يكون حديثي هو عبارة عن مداخلة، وحالي حال أي واحد من المشاركين في هذا الحفل. مداخلتي حول الدكتور محمد أركون وآخر ما تفضلت به الأستاذة حوراء أو الدكتورة حوراء أنه ليس مشروعا ضد الإسلام. أنا طبعا قراءتي للدكتور محمد أركون أنه مشروع ضد الإسلام، وطبعا لدي بحث واسع في هذا الموضوع، وأستطيع أن أقول يعني تخصص في كتابات أركون وكتابات نصر حامد أبو زيد. وهذا هو المشروع الغربي الذي يطرح اليوم للطعن بالإسلام من داخله، إشكاليات مبطنة وليست يعني معلنة. مثلا لديه حديث عن التلاعبات في القرآن الكريم، يعني يهدم القرآن الكريم نسفا كاملا، لكن تحت عنوان أن القرآن تعرض إلى تلاعبات. مرة يكون النقد مثل النقد المادي الإلحادي الصريح ضد القرآن أن لا وحي ولا هم يحزنون، وهذه فشلت، يعني المواجهة العلنية ضد الإسلام فشلت. اليوم المواجهة الغربية ضد الإسلام لبست ثوب آخر، هو ثوب الإسلام نفسه، مثلا تفسير الوحي، وهذا حديث أركون وفي كتاباته المتعددة، أن الوحي هو عبارة عن يعني أنسنة الوحي. الوحي ليس شيئا آخر مفصولا عن النبي، وإنما هو عطاءات ذاتية، فحاله حال الشعراء وحاله حال الصوفيين، هذا هو مستوى الوحي. القرآن الكريم تعرض إلى تلاعب بحيث يجعل النسخة الموجودة بين أيدينا، بل حتى النسخة التي عرضها رسول الله بلسانه هي ليست نسخة الوحي الحقيقي. يقول التحريف الأول أو التلاعب الأول هو التلاعب من النص القرآني الوحياني إلى نص شفاهي، يعني هذا الذي جاء على لسان النبي ليس هو حديث جبرائيل، هذا أول طفرة. فإحنا الآن عبرنا في الطفرة من حديث جبرائيل نقل النص إلى حديث معرب ومترجم على لسان النبي، وهنا يخضع إلى أحاسيس النبي، إنسانية النبي، مشاعر النبي، ثقافة النبي، ثقافة قريش، وهكذا. هذه فد قفزة كبيرة إذن بين ما هو الموحي الإلهي وبين ما جاء على لسان النبي، يسميه يعني التلاعب الأول. التلاعب الثاني من القرآن المشافه على لسان النبي إلى القرآن المكتوب، أن أداء الشفاه وأداء الكلام المشافه غير أداء ما هو مكتوب. إحنا الآن اللي بيدنا هو القرآن المكتوب، وهذا غير المشافه والذي كان قد جاء على لسان النبي. هذا التلاعب الثاني. والتلاعب الثالث تلاعب المفسرين والتلاعب الجمع القرآني، وكيف إحنا الآن نفتقد إلى نسخة صحيحة نطمئن إليها، هذه التلاعب الثالث. التلاعب الرابع تفسير القرآن الكريم اللي أشارت إلى الدكتورة، وهكذا إلى سبع تلاعبات يعني أنا أشرت إلها في فصل كامل في كتابي البنى الفوقية للحداثة، الدفاع عن العقل والقرآن، وخصصت فصل كامل لمناقشة أركون وقصة التلاعبات السبعة في القرآن الكريم، مثل هذا حينما يصل للسنة. والنتيجة أن إسلام هؤلاء لم يبقى معه شيء فيه طعم الإسلام سوى الاسم، وبالتالي فهذا الإسلام الذي يعرضه أركون هو إسلام بشري، هو صناعة بشرية، هو صناعة تاريخانية خاضعة لثقافة الجزيرة، وبالتالي شتان ما بين اليوم وحاجاتنا وثقافاتنا وبين ذلك الزمان. هذه خلاصة أطروحة أركون، ومعه أيضا الكاتب المصري
اللي صدفة في العام الماضي اثنين متوفوا، محمد أركون ونصر حامد أبو زيد. وهذه هي خلاصة الأطروحة. ولهذا الكتاب الإسلاميون يدركون يعني عمق خطورة هذه البحوث. هو طبعا فيما أعتقد لا يعرف اللغة العربية وهو يكتب بالفرنسية، يعني أقصد لا يعرفها، يعني لا يجيد الكتابة بها. ولهذا حتى المترجم كان يقول أنا أعاني من ترجمة كتابات المغلقة والصعبة. بالفعل هي كتابات مغلقة يعني صعب فهمها، المترجم كان يشكو. ومثل ما تفضلت أيضا أسطورة أن القرآن كتاب أسطوري، وحدثت عليه ضجة أنه كيف تقول أن القرآن الكريم أسطوري، يحاول أن يدافع يقول أنا ما أقصد بالأسطوري هذا الذي يفهمه العرب، أنا أقصد بالأسطوري هذا الذي هو في المصطلح الفرنسي بمعنى ميثي كذا، أسطوري يعني ميثي. لكن النتيجة الأسطوري بمعنى أنه حقيقة فيها شيء من الصدق ولكن فيها ركام من الأكاذيب والخرافات والمبالغات. فالقرآن الأسطوري نتيجته هكذا، أن فيه 1% حقيقة و 99% إضافات غير حقيقية. إذا كان هذا ما أشير إليه أنه يدافع عن الإسلام بهالشكل، فأنا أعتقد أن القراءة ستكون غريبة جدا عن كتابة أركون وأهدافه. مع تقديري طبعا للجهد، وأنا صبح أشرت إلى يعني بحثكم بتقدير، وسائر البحوث كنت معجبا بها للغاية. اسمحوا لي يعني أعتذر عن الإطالة. شكرا جزيلا لكم جميعا. شكرا سماحة السري على تعليقاته حول محمد أركون. شكرا جزيلا على حضوركم، والسلام عليكم ورحمة الله.